السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش ممكن عصام الشوالي واضح كده النهاردة في مباراة فرنسا وإنجلترا بيعتذر للجزائريين، واضح بعد طبعا بعد ماتش الكاميرون والبرازيل كان عصام الشوالي. بص، المعلق المباراة يعني من الجايز أو من الشيء الجميل إنه يعمل شكل المباراة ويصحصحنا معاه وكل حاجة، لكن الافوره زياده عن اللزوم، الافوره انك تبقى قاعد كده متضايق مش حلو. فكان عصام الشوالي فعلا كان مأفور قوي في ماتش الكاميرون والبرازيل. الكاميرون من اول مباراه غلبت من سويسرا، وقلت والله دي فرقه، والله في تحليل مباراه الكاميرون وسويسرا اول مباراه، والله العظيم في التحليل كاتب الفرقتين المنتخبين دول سويسرا والكاميرون، سويسرا كسبت الكاميرون، قلت الاتنين دول ياخدوا طيارات دلوقتي قبل الزحمه، اول مباراه للفرقتين. الكاميرون خرج وسويسرا اتغلبت من البرتغال 6 في دور ال 16. فالواحد كان عنده حق. فانت يا عصام الشوالي عمال يعني حسسني ان خالك متجوز كاميرونيه مثلا، يعني ده انت لو حتى لو خالك متجوز كاميرون برضه مش هتأفور كده. كان مأفور قوي، فحس بعد المباراه انا زعلت وقلت له اهدى، يعني كتبت كده بالخط العريض اهدى شويه يا عصام. وفعلا في ناس اكيد على السوشيال ميديا جزائريين زعلوا منه. فالنهارده في المباراه يقول لك ايه، جمال بالماضي هو اللي عمل الشراره الاولى لوصول المغرب، لانه قال اذا الجزائر راحت المونديال هنوصل لدور قبل النهائي. يعني عصام الشوالي النهارده قاعد يقول بالماضي بالماضي بالماضي، هو اللي معاه المفتاح الدخول للمغرب، وهو ادانا الثقه ان احنا نوصل للمغرب. ما اعرفش قالها ايه السبب ان قالها. وكمان بعديها بدقيقه قال لك وزين الدين زيدان بيتكلم على فرنسا وهدافينها، يعني قال وزين الدين زيدان محارب محارب الصحراء. فواضح انه يعني بيصالح الاخوه الجزائريين. انا بحب عصام الشوالي، بس بصراحه وانا بتفرج على ماتش الكاميرون والبرازيل كان بصراحه مأفور قوي 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 قوي. وبعدين انت عصام الشوالي انت راجل متابع وفي المجال وفي الاجواء، يعني ما تعرفش الكاميرون ايه اللي عملوه عشان الجزائر ما يروحش وهم اللي يروحوا، يعني انت ما تعرفش وتيجي في المباراه تفضل تطبل وترقص مع الكاميرونيين، لا مش حلو. فهم زعلوا وهو النهارده بيصالحهم وشيء جميل. شكرا.